انا قلت انك بديت 18 عمرك 18 سنه ايوه 18 لا إيه لكن ارتديت رقم 18 انا ابغى اعرف قصه الرقم 18 عند محمد نور بالنسبه للرقم انا بديت البس لبس 16 ولبست 15 ولبس 17 وتعرف الفريق الاول لما انك انت تيجي جديد خلاص الكبار كل واحد عنده رقمه اللي يلبسه هو فكنت البس 20 احيانا البس 16 احيانا البس 17 المهم لما لبس رقم 18 يا كابتن انا بقول يعني عندنا هنا وفي العالم العربي اللي اشوفه كمان رقم 9 رقم 8 رقم 10 رقم 11 كل واحد يبغى الارقام هذه عرفت لكن انا عمري ما دورت وراء الارقام هذه انا قلت ابغى رقم انا اخلي الناس تلبس الرقم هذا يعني انا ابغى اضم الرقم هذا 18 للأرقام هذه مميزة ايوه يعني انا كمان اميز الرقم هذا اخليه هو كمان مميز يعني لما تقول 18 حيقول لك فلان انا انت ميزت هذا الرقم وصادف كمان تاريخ ميلادي اها هذا في له قصة ثانية لا والله يا كابتن بس هو جاء الرقم كذا بعدين يعني تاريخ الميلاد وكذا جاء سبحان الله